أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو عبد الله يقول: كيف لي أن أفرق بين الاسم والصفة لله تبارك وتعالى؟ الصفة مشتقة من الاسم، كل اسم لله فإنه يشتق منه صفة، مثل الرحمن يشتق منه صفة الرحمة، العليم يشتق منه العلم، البصير يشتق منه البصر، وهكذا كل اسم لله يشتق منه صفة. نعم.